فيكم برحاب ام بي سي مجددا للاعلان عن انطلاقة الموسم الرابع من The Voice. طبعا تقريبا كل شيء مغير ب The Voice الجديد ما عدا عاصي الحلاني، ولكن مثل ما بتعرفوا انا وانت ثابتين اهل البيت اكيد. اهم شيء بقول لكم اياه انه The Voice بموسمه الرابع راح يكون استثنائي بناء على اللي شفناه من الاختبارات والاوديشنز اللي انعملوا للمتبارين. هاي اولا نوعيه خارقه من المواهب. ثانيا ست جديد بتشوفوه وراكم هو الست المقتبس عن الست بي بي سي The Voice اللي هو ببريطانيا. ثالثا طبعا النجوم الكبار اللي انضموا الى عاصي الحلاني والى ام بي سي وهني من اهل البيت. اذا عاصي واحلام واليسا اللي هي من اهل البيت طبعا وحمائي اهلا وسهلا فيك. اضف الى ذلك تغيير بالتقديم، حلت ناردين فراج وزميلنا بدر الزيدان كو هوست يتشاركان تقديم ذا فويس بموسمه الرابع. في فيروم جديدة للتواصل وللعائلات اللي ناطرة أبنائها وبناتها هني عم بيتباروا. وأخيراً في شيء اسمه The Ongoing Steal اللي بيمكن المدربين من اقتناص واحد من فريق الثاني خلال مرحلة المواجهة تيأهلوا إلى النهائيات. ببساطة هيدا هو The Voice الرابع. بقلكن إنه التغيير الذي طرأ على المدربين النجوم هو طبيعي جدا، هو يحصل بالفورمات العالمي. تنأخذ على سبيل المثال NBC The Voice بأمريكا بتغير 2 كوتشز مدربين بكل سيزن، بكل موسم بتغير 2، يمكن الوحيدين اللي بقيوا هن بليك شيلتون وآدم ليفين، بس بيتغيروا بكل موسم. وبريطانيا كذلك وفرنسا كذلك. منرحب فيهم. وما في بأول انطلاقة للموسم الجديد واليوم يبدأ التصوير إلا ما وجه كلمة شكر كتير كبيرة باسمكم واسمنا لكاظم الساهر، لشيرين عبد الوهاب، لصابر الرباعي، وطبعا لعاصي الحلاني على 3 مواسم رائعة جدا 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 من The Voice. وطبعا لأمي سياح في التقديم، ما بدي انسى حدا. بشكرهم جميعا. فلنبدأ اذا حبيتوا الاسئله والاجوبه. رح نجرب نحصرها بساعه. هلا عندهم تصوير النجوم فما بدنا نعوق عليهم. 3:25 لازم نكون عم نخلص على 4:30 اذا سمحتوا. مساء الخير عليكم جميعا. انسحابي من أرب آيدل ما فيني أجاوبك على هذا السؤال. اليوم إحنا في The Voice. أرب آيدل لسه ما رح يكون موجود حاليا مثل ما صح. ما في الآن أرب آيدل. في وقته يمكن يكون في جواب عندي. الآن ما عندي جواب. الجواب الوحيد اللي أنا الآن موجودة مع أجمل لجنة، إن شاء الله نعمل موسم رائع. مساء الخير لكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. بدي رحب بكل الصحافه الكريمه، وبدي اشكر استاذ مازن على كلمته وعلى ترحيبه فينا نحن اهل البيت مثل ما قالت احلام. وبدي اقول احلام نوره لبنان، وهيدا بلدك الثاني مثل ما دائما بنقول لك. ومحمد انت اخ وعزيز كمان ببلدك الثاني. انا لي الشرف كون معك مع اليسا مع احلام. بوعد كل المشاهدين بانه رح يكون موسم عم بيشرقت مثل ما بيقولوا بالعاميه. بس بدي ارد على سعيد بكلمه. اول سؤال هو مفروض مازن مش انا، بس انا حرد. يعني ما بتصور في حدا من النجوم الموجود معنا هو يعني بقل قيمه، او لحتى نقول هن ام بي سي عم تخفف الاجر او كرمال موضوع مادي غيرت النجوم. هي الرولز تاعو البرنامج بالعالم كل فترة بغيره. يعني بصير في وبعدين حر، يعني أو عنده حرية القرار الفنان اليوم يشارك، أو يمكن يكون عنده ظروف معينة ما يشارك هالموسم يرجع بالموسم القادم. ولكن الموضوع منه موضوع مادي، ولو كان موضوع مادي ما كنت أنا موجود اليوم هون معكم. صح. The Voice ما فيه لجنة تحكيم، فيه مدربين نجوم
يسهرون، يسهر كل واحد منهم على تدريب أفضل فريق ليوصل أفضل من بفريقه ليربح اللقب. هيدا أولا. ثانيا، في منافسة مهنية شريفة بين كل مدرب ليفوز واحد من فريقه. هاي طبيعة البرنامج، في منافسة حامية. يعني أنا ما بنسى عاصم حلاني بكل موسم يتحدى كاظم ويتحدى شيرين ويتحدى صابر ويقول لهم كل موسم أنا حطلع من فريقي. ليست حروب، لا في عروش، ولا في حدا فايت بهالعقلية على الموسم. قرينا كتير وسمعنا كتير، نحن عائلة واحدة. النجوم مثل ما أنا بعرفهم بمعرفتي للموجودين، كل واحد بيخرج من نجوميته ليساعد هالمواهب اللي قدامه يتطور ويوصل ليربح البرنامج. يعني هو بالنهاية كمان كل اللي عم نقدمه أو كل اللي عملناه بالثلاث مواسم السابقين هو لمصلحة. يعني طبعا هي مثل ما سبق وذكر أستاذ مازن إنه نحن بقدر كمان نحن مدربين بقدر ما في منافسة كمان بين وهذه ميزة هذا البرنامج، وهذا الشيء اللي خلاني اتعلق فيه وخليه دائما إني أحكي عليه بحب غريب، وكان كل الاحترام والوفاء لزملائي أستاذ كاظم، أستاذ صابر، ست شيرين اللي أنا قضيت معهم ثلاث مواسم من أحلى المواسم، وإن شاء الله هلأ منكفي على نفس الوتيرة. وبدي أقول لك كل اللي عم يتساءلوا على السوشيال ميديا إنه هلأ حيكون بيناتنا كيمستري، رح يكون في بيناتنا، بأكد لهم الكيمستري موجودة والحب موجود والخفة الدم رح تكون موجودة مثل ما شفتونا بالسابق، ونحن رح نتعب جهدنا. أنا شخصياً وأكيد لمستوا من كل النجوم رح نتعب بجهدنا ونعطي بأكثر ما بنقدر لحتى ننجح البرنامج، لأنه نجاح هذا البرنامج نجاح لألنا نحن ونجاح لـ MBC ونجاح لـ The Voice. فبوعدكم بأنه رح نكون على قد هذه المسؤولية، وبوعدكم رح نطلع بأحلى صورة لحتى نقدر نفرحكم من قلبكم ونزرع الفرحة بقلوبكم. وبنفس الوقت أنا بعتبر The Voice هو بثلاث مواسم، والموسم الرابع هو فيه إفادة للفن العربي، لأنه عم نقدم أصوات بتصور انه لا تتكرر، وعم تسمعوا اهميه الاصوات. واللي خلاني كثير كون كمان مصر هيدي السنه انه في نسبه اصوات حتسمعوها بهذا الموسم ما سمعتوها من قبل. وبدي اقول خبريه يمكن ام بي سي ما بحب يقولوها ولا دو فويس، قدم على دو فويس السنه 24,000 هاوي. هيدي ما صارت ولا ببرنامج بالعالم، 24,000 صوت حلو لنقدر نختار منهم قد ايه 50 48 اخر شيء 48 شخص. صح. بداية بحب اشكر واحيي استاذ مازن وبحيي اللجنة اللي انا سعيد وبتشرف الحقيقة بوجودي معاهم، زملائي اللي بكتب لهم كل تقدير وحب، وبتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم مع بعض موسم كويس. يعني فكرة ان انا اول مرة، كل الناس كانت اول مرة، يعني اي حد اشترك في برنامج من برامج الهواة كان عنده اول مرة، وعلى اعتبار ان هم نجحوا وسبقوني يمكن النهارده هم عندهم خبرات اكتر، بس انا برضو جاي اكسب. يعني مش يعني النهارده الحقيقه هي تجربه اظن ممكن تكون بالنسبه لي جديده، ولكن انا سعيد بالفكره وسعيد ان اللجنه النهارده بتتكون من مدارس مختلفه. يعني يمكن احنا الاربعه كل حد عنده مدرسه فنيه وغنائيه غير التاني، واظن المشتركين هيكونوا كده. يعني وارد ان يكون في مشترك ينتمي لمدرسة عاصي أو مدرسة أحلام أو مدرسة إليسا أو مدرستي أنا اللي أنا بنتمي ليها. فأظن الاختلاف ده مهم ومطلوب. في الآخر النتيجة هي اللي هتقول. يعني أنا السؤال ده أنا ما بحبش حقيقة طول الوقت، ما بحبش أتكلم عن نفسي خالص، ولكن بقول إنه التجربة هي اللي إن شاء الله هتقرر. أنا جاي مركز قوي ومدي وقتي بالكامل لخدمة البرنامج ولخدمة الفكرة، لانه الموضوع مش بس بيخدمنا احنا جايين في الاساس علشان نقدم اصوات فنيه، اصوات جديده عربيه. بحس انه ده واجب علينا، زي ما في يوم من الايام الناس ساعدونا، احنا لو جاتنا الفرصه ان احنا نساعد فلازم نكون موجودين. بتمنى ان شاء الله توفق في الموسم الرابع لذا فويس وتكون النتيجه كويسه ان شاء الله. عاصي دايما بيستعمل مقارنه حلوه مثل المزهريه، طالع فيهم مثل المزهرية، كل منهم بشكل لون معين، صورة بتشكل صورة حلوة، كل واحد مختلف فيهم. نحن بنحرص على معايير المهنية يكونوا من الصف الأول، يكون انتماءاتهم متعددة إقليميا، وإن كانت نجوميتهم تمتد على كامل العالم العربي، وهني ما بيمثلوا بلادهم، يعني مش منتخب
عاصي الحلاني من لبنان ليمثل لبنان ذا فويس، عاصي الحلاني نجم عربي من المحيط الى الخليج، وينطبق ذلك على اليسا بامتياز، وكذلك حمائي بمصر، وطبعا احلام بالخليج وبالعالم العربي كله. هيدا اللي بنحرص عليه. بصير في، احكي لكم بكل صراحه، بصير في كثير مفاوضات وكثير حديث وكثير ناس بنحكي معها، وبيطلع كثير كلام بالاعلام. ليش بنضلنا نقول انطروا لنأكد ذلك رسميا؟ مش كل واحد قاعد باجتماع مع ام بي سي انطرحت فكره تقديم او مشاركه او لجنه تحكيم، بصير خلينا عنه اذا ما اجى او بطل بده. هيدي مساله عرض وطلب، مساله تعاقديه، واللي بيتم التعاقد معهم بنعتمده. بس في موضح شغله صغيره، موضوع اختيار النجوم هو منه موضوع قد ايه عمره الفنان لنختاره ليكون بمدرب ذا فويس. بالرولز عم نحكي بالعالم، يعني بيختاروا نجوميه الشخص، يعني قد ايه هو نجم موجود على الساحه العربيه، مثل ما تفضل وقال. بعدين بالنسبه للمدربين، نحن كل واحد منا، هيدي قلتها انا من اول موسم وثاني موسم وثالث موسم، برجع على بالكم انه كل واحد منا عم بيكون معه اخصائي لتعليم الاداء والغناء، وهذا انت كلكم صرتوا تعرفوا انه كل حدا منا بالوقت المواجهه بيكون معه كوتش، هو عم يمرن، عم يشرف يوميا على كل المواهب الموجوده لحتى يطلعهم باحلى صوره، مع بالمساعده طبعا مع الفنان، لانه مش الفنان لحاله هو عم يتابع هيدي الامور. فهون طالما في اخصائي، ما عاد انت فيك تيجي تسال محمد او غير محمد انه كيف بتلاقي حالك بالتجربه انك تكون اليوم مدرب، او محمد اليوم واجباته انه يقدر يوصل بفريقه او اليسا او احلام او انا للفينال باحلى صوره وباحلى شيء باحلى مواهب. بس كيف هذا الشيء بيرجع بعدين بالتعاون بينه وبين الكوتش اللي بده يكون موجود معه كمان اكيد، اللي هو عنده الخبره الكامله بتعليم الاداء والغناء. وواجب علي اضيف شغله اذا سمحتي. نجاح برامج من هالنوع بيتطلب جهد جماعي كثير كبير. اعضاء لجنه التحكيم او المدربين ببرامج من هالنوع هو عنصر مهم ولكن ليس عنصر وحيد. بعرف انه في دائما تركيز بسبب نجوميتهم على مساله اعضاء لجان التحكيم وعلى المدربين. نحن دائما بنقول هيدي برامج بيشتغل فيها 200 300 شخص، وبتعمل كاستنج لعشرات الالاف من الناس، وفيها جهد عالمي بالفكره وبالاخراج وبالاضاءه وبالتصوير وبكل جهد كثير كبير جماعي. واهم اهم اهم شيء قدرتك على استقطاب افضل المواهب الغنائيه قاطبه، لانه اللي قاعد ببيته بيتعلق بالمواهب وبيصوت لها وبيتابعها. مساله كثير مهمين ونجوم كبار وعندهم مسيرتهم ومنهم ناطرين شهاده من حدا، بس هن جزء اساسي من عده اجزاء اساسيه بنجاح هذه البرامج، مش وحدهم. عم نقولها بكل وضوح للمره المية يمكن. فما نضلنا انه لجنه تحكيم، طيب كثير مهمه، اذا ما عندك كاستنج منيح واذا ما عندك مشاركين منيح بتجيبي احسن لجنه تحكيم واحسن اضاءه واحسن تصوير، بيطلع معك برنامج فاشل. هلا الشعور حلو، اكيد حاسه حالي انه بعد ما تمكنت من انه اقعد يعني على الكرسي، انه اكيد مثل عاصي عم نحكي كذا يعني كبرنامج ذا فويس، لانه انا كنت بلجنه التحكيم بس اول مره بكون كوتش مدربه، وهذا شيء جديد يعني. وانا مبسوطه انه عم بكون باهم برنامج يعني بالعالم هو ذا فويس، ومبسوطه انه رجعت انضميت لعائله الام بي سي. والحلو بالبرنامج انه عكس كل البرامج تقريبا، انه هو الاساس فيه هو الصوت، بصرف النظر عن الشكل. يعني المطلوب هو الكاريزما بالصوت، الكاريزما بالاداء، الكاريزما بكل شيء بخص انه يوصل لقلبك وتبرم له وتوصله. سو انا سعيده بهالتجربه اكيد. هلا اليوم اول نهار تصوير، رح فوت اكثر بالجو، ما بقدر احكي اكثر من هيك لانه تجربه كمان جديده لإلي بذا فويس، لو عندي تجارب قبل كلجان تحكيم يعني. ميرسي انه خليتني احكي. لا بالعكس، انا بدي اسمع يعني بدي اسمع الكل. نحن سعيدين كمان، مش بس
هي شو رح تحرصي على شو وجوده بالمواهب بفريقك؟ هتختاريهم على اي اساس؟ كيف رح توصلي واحد تجربي تربحي معه ذا فويس؟ وهلا هل رح تكوني البارت الثاني انه رح كيف رح تكوني مدربه لهم باي طريقه؟ شو رح تستعملي من خبرتك؟ يعني حقيقة أنا لو وصلت لمحل ما أنا هلأ مش عم بحكي على كرسي ذا فويس، عم بحكي لمكانتي فنياً. في ناس كتير قدمولي التدريب، التدريب الصوت، التدريب على الإيمج تبعي، على كيف بحكي، كيف ما برد بمحلات، كيف ما بعلق بمحلات تأمتص الخبرية وتخلص دغري. يعني أنا خبرتي كلها جاي أقدمها ببرنامج ذا فويس. نحن هون بيزد على الصوت. هلأ قلت من شوي يعني انا الصوت بده يعني اكيد رح يكون في انواع كثير من الصوت، بس مش ضروري انا ال 48 صوت انا ابرم لهم. في اوقات بيكون في صوت رائع بس ما في احساس، ما بيوصل لي. يعني سمبلي انا رح ابرم على الشيء، على يعني انا دائما بتكل او من خلال اغنياتي انه وصل من خلال الاغنيه، يعني اوصل باحساس لقلب كل شخص. انا بدي اهم شيء انه يوصل احساس الشخص اللي عم بغني ورانا لقلبي تقدر ابرم. بلس انا ماني استاذه موسيقى، مشان هيك في كوتش مع كل كوتش، يعني استاذ موسيقى مع كل كوتش موجود يلي نحن الفنانين، ده هو يساعد تقنيا بهالشيء. سو انا من خلال خبرتي بقدر اختار الشخص اللي بلاقي عنده مؤهلات رائعة بالصوت وبالإداء، ومن خلال التدريب الموسيقي اللي نحن معنا كل شخص معه شخص هو تقنياً رح يساعده ويقدمه، ونحن سوا بنقدر نوصل. وأنا حريصة أنه مع أنه هي أول مرة عم تكون عندي تجربة، أنه من هلأ أقول أنه بده يكون أحلى صوت عندي بالإذن منكم كلكم. شكرا. اذا وصل الواحد يبلش يحلم من اول البرنامج. انا بقول اليسا العبره في النهايه. خلاص ننطر. مرحبا. ذا فويس سيزون 4 بينعرض ب 2 ديسمبر السبت. 2 ديسمبر ذا فويس كيدز بينعرض ب 7 10 مارس. المدربين بذا فويس كيدز هن كاظم الساهر، نانسي عجرم، وتامر حسني. والمقدمين هما ناردين فراغ وبدر الزيدان مثل The Voice الأساسي. وكنا نحرص دايماً أنه يكون في حداً منهم باثنين، بس منه شرط أساسي بالفورمات. كان حرص بالمنطقة أنه يكون في حداً تيكون في نوع من استمرارية للناس، بس بما أنه أطلق The Voice Kids وأخذ هالصيت الواسع من الاستحسان والجماهيرية، بطلت بحاجة تعمل له هالاستمرارية مع الفويس الأساسي، صار هو برنامج كبير بحد نفسه. أول شيء لأنه قررت أبقى، لأنه طبعاً تم طلب من الأم بي سي أنه إذا بشارك، وبدأت استعدادي للمشاركة لأنه تقريباً جاوبت على السؤال بالبداية، قلت من إيماني بالبرنامج لأنه أنا كتير بحبه وبحب، يعني بالنسبة لي بعتبره من أحلى شيء يمكن عملته، هيك ذكريات ما بنساها بحياتي اللي هن The Voice. إذا بدك دائما بحكي عن هالموضوع، وطبعا بكل اتفاق بده يصير في شروط معينة بتكون على الفنانين كلهم. يعني نحن بأي كونترا ولا أي عقد بدنا نعمله في بنود وشروط بتحطها الشركة، وفي بنود وشروط بتحطها الفنان. لما بتلاقوا مع بعض أكيد بيصير الوفاء. فلما انا وصلنا لهذه النتيجه مع ام بي سي، انا لي الشرف كفي بالبرنامج، لانه مثل ما قلت لك انا كثير بحبه وبحب المدربين اللي معي، هيك شوي اهر فيهم بهذا الموسم. انا عندي سر بعرف انه اليسا بتحضر ان بي سي ذا فويس وتي اف ان ذا فويس. اليسا رح تكوني مثل مين؟ مثل شاكيرا مشاغبة يعني بذا فويس؟ شو رح يصير معك؟ انت مين بيعجبك من هالمدربين العالميين اللي بتحضريهم؟ احلام مثلا الفويس فرنسا، مثلا بحب ميكا كثير. اوكي. بحب طريقته وحماسه واكيد يعني انه بيشدني اكثر كونه نصه لبناني، يعني انه دائما هيدا مش التعصب بس انه رابط الانتماء. الانتماء دائما ما بيشدك. كمان بحب فلوران باني،
فلوران فاني لأنه بعرفه على صعيد شخصي كمان. جارو مهضوم، كل حدا عنده شيء. شفيرة كانت كتير مهضومة ومشغبة أكيد. بالنتيجة أنا عندي كاركتير، أنا ما بدي يكون مثل حدا، أنا بدي يطلع أنا كيف بتصرف يطلع بدون ما أكون أنا متأثرة بحدا، ولو أنه بحب طريقة، مش طريقة، بحبه مثلاً أليشيا كيز كيف بتتحمس وبتصير ترقص وكيف بحب، بس بالنتيجة بدي يكون مثل أنا، ما بدي يكون مثل حدا. وعلى كل حال يعني طريقة البلايند أوديشن هي لحالها بتعطيك حماس وبتخليك إنه تنفعل وتخلق شيء يعني جواتك، كونك ما عم تقدر تشوف الشخص وبس عم تتفاعل مع الصوت. يعني بفتكر من أذكى وأروع شيء عمل ببرنامج هي البلايند أوديشن. صح حقيقة. أحلام ما فيه تعليقات The Voice يعني غير مختلف كلياً عن تجربة أرب آيدل. طبعاً. كيف عم تقارب الموضوع؟ أول شيء أنا كمان عندي أنا بتابع كمان على طول The Voice. أوكي. بحب أجليرا طبعاً. إيه. كريستينا. بحب طريقتها في التمرين. وقت لما بتمرنهم كتير بعشقها، يعني بعشق طريقة قديش بتعطيهم. هيدا الشيء كتير بحبه، يعني أنا ولا حلقة بفوت لها، وحتى فيني بقعد أعيد مرة ثانية. يعني أنا كريستينا أجليرا بعشقها، يعني بعشق طريقتها في The Voice. يعني هي اللي بيميزها. يعني أنا بحب، أنا بعرف مرن، يعني فيني أمسك مطرب يعني شاب وبطلع منه شيء. يعني هذه يعني أنا السبب إني أنا شاركت ووافقت على البرنامج، وأنا مع احترامي للبرنامج أنا بشارك فيه كمان في أهم برنامج أرب آيدل بالنسبة لي، أهم واحد. اليوم أشارك فيه The Voice لأنه أنا عارفة إنه أنا فيني أطلع من مطرب ما يكون عنده هالقد شيء عنده، بس يملك صوت، فيني اعمل له خامه حلوه لبسه. فعشان هيك بتابع أجليرا كمان في 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 The Voice. بما انه في مقارنه مع ايدل وThe Voice، لانه اثنيناتهم كثير كبار بمنطقتنا، ما بعرف. وانا هون مدربه، انا هون مدربه، مدربة. هناك انا كنت يعني موجهه، يعني هذا فرق، وهذا جمال البرنامج. انا يعني كمان من سبب موافقتي اني اشارك البرنامج انه انا لشخصيتي كيف انا فيني اطلع من 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 مطرب او من شخص عنده صوت حلو اطلع منه شيء حلو. عشان هيك انا عم هون عم بنافس انه انا بدك تربي حدا من فريقك. حماقي بتحضر The Voice عالميا؟ يعني شفت بعض الحلقات، مش متابع مستمر، لكن شفت بعض الحلقات. اوكي. في حدا بيلفتك من المدربين بدك تكون مثله، بدك انا موضوع مثلك موضوع لا موضوع مثله انا ما اظنش انه يعني مش ده اللي في بالي اكتر. انا يمكن انا بقوله ماي ايموشنز، يعني انا ناوي امشي ورا احساسي مع كل صوت بسمعه. في صوت هيحركني وفي صوت مش هيحركني، في صوت هيقومني من على الكرسي، في ممكن صوتي يجنني خالص. فانا هسيب نفسي الصوت هو اللي يحركني، لكن مش حاطط في دماغي شكل معين. اظن يمكن كلنا كمان كل حد فينا هيظهر بالكاركتر بتاعه الحقيقي. وانت في قصاد الصوت الحلو وما بتعرفش تمثل، مش هتعرف تمسك نفسك، يعني اللي هيطلع منك هيطلع منك. عاصي عندك خبره كبيره بالمنطقه، 3 مواسم ناجحه، ربحت مراد بوريكي من فريقك، بدك ترجع تربح The Voice؟ اكيد كل ما بشارك بده فويس بقول كفايه مره واحده عاصي. قولك خليك خذلك 3 سنوات عاصي. لا انا كون اكيد والله العظيم انا دائما بده فويس، كنت بكل موسم وهلا نفس الشيء، دائما بحط الربح قدامي. ما بحياتي فكرت انه احتمال اربح واحتمال ما اربح، لانه ما عندي يأس بحياتي، مشان هيك بدي يأسهم لقلهم وان شاء الله ما راح اربح. عاصي خذلك 3 سنين، اعطينا احنا فرصه، كل واحد بشطارته. طيب. بص خليني اقول لك انا ايه اللي بحبه في الغناء وايه اللي بحبه في المغني. انا طول الوقت بعتبر الاغنيه هي فيها جزء كبير من التمثيل، لانه وارد انت تغني اغنيه ما بتعبرش عن حالتك الشخصيه. فانت لازم في اللحظه دي انت بتتقمص شخصيه الموضوع اللي انت بتغنيه. يعني لو انت انسان سعيد في حياتك وبتغني اغنيه عن واحد بائس، فانت لازم هنا بتلبس ثوب البائس، بتمثل انك انت حد تاني. الممثل الشاطر بصوته هو اللي بيوصل للناس، هو اللي بيأثر في الناس. لانه انا يمكن زي كل زمايلي، احنا كلنا بنيجي نعمل البوم، الالبوم ده بيبقى فيه اكتر من حاله غنائيه.
انت ما بتبقاش عايشهم كلهم، انت ممكن تكون عايش واحده منهم بس الباقي بتمثله. هنا ده اللي مهم بالنسبه لي، مهم بالنسبه لي اللي اسمعه اصدقه، وده ما بيحصلش غير لو اللي بيقول كمان بيصدق. انا بقول طول الوقت انت لما بتصدق اللي بتقوله الناس بتصدقك، عمر الناس ما هتصدق حاجه انت مش مصدقها. فانا يهمني الصوت الصادق والاحساس الصادق، يعني اللي هيقدم اغنيه تاثر فيا واصدقه هلف له على طول. مش مهم تكنيكه يكون مبهر قوي، مش مهم يكون صوت مكتمل، والا يبقى احنا ملناش دور. لو الاصوات اللي جايه اصوات كامله ومكتمله يبقى احنا ملناش دور، مش هنعمل حاجه. احنا بس نلاقي بوتنشال، احنا بس نلاقي صوت عنده حضور او عنده امكانيات توصله، والباقي احنا المفروض نساعده انه يكمله. يعني لو كان عنده مشاكل في التكنيك احنا نشتغل عليها، لو كان عنده مشاكل انه مش عارف يوصل قوي نساعده، بس لازم نلاقي البوتنشال، لازم نلاقي اللي نصدقه يخلينا نلفه. يمكن هو ده اللي انا هدور عليه في الاصوات. انا اتوقع انه اللي بيختارني بيحب شخصيتي، هذا رقم واحد. اليوم لما يطلع واحد ويقول انا، لو احنا الاربعه لفينا واللي بيطلع يقول انا ابغي انضم الى فريق احلام، اكيد بيكون متاثر فيني. يعني هو اصلا بيكون متاثر فيني ويحب شخصيتي. ممكن ما يكون عنده الا عندي الفرصه. لا انا بقول لك لو احنا الاربعه، انا اقول لك لو احنا الاربعه لفينا ممكن هو يكون متاثر فيني يحب شخصيتي. اذا اختار اليسا نفس الشيء، بيكون متاثر فيها ويحب شخصيتها وحاسس انه هو مثلا لونه قريب مني، بس انا اكيد بدي يعني لازم اكون معاهم هم كمشتركين، لازم انا اكون معاهم كمان متفاعله. يعني راح اعطيهم، يعني من شوي كنت اقول انا احب كريستينا اغيليرا في ذا فويس لانها تتفاعل وتعطيهم، تعطيهم من قلبها، يعني مو بس تغني لهم وتعطيهم، حتى النوت تعطيهم تغني لهم. يعني انا ابغى اكون معاهم يعني بكل جوارحي انه اعمل منهم نجوميه. يعني هذه اكيد، يعني انا هذا هدفي من 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 لما وافقت على المشاركه، كان هدف عندي اشوفه اني ابغى اللي قدامي على الاقل، يعني مع احترامي احنا الاربعه كلنا عندنا جماهيريه وعندنا ناس تحبنا، واكيد كلنا بنجتهد وبنكون يعني بنعطي من قلبنا. اي واحد فينا بيفوز اكيد، حتى اللي ما فاز اكيد بيكون عطى من قلبه. بدي بس تسمحي لي هدى، بس بدي لك شغله، عم نقارن كثير بين عرب ايدول وبين ذا فويس. واجب لكم انه في اختلاف جذري، غير مساله طبعاً. غير مساله طبعاً. ما في تعليقات وانه ما في لجنه تحكيم. أيوة. هون مدربين اليوم. انا الصوت اللي الصوت اللي ما بيعجبني انا ما ببرم له الكرسي، بس بقول له انت اخترتك مثلا، اختارك مثلا عاصي او اختارتك اليسا او محمد، يعني اي واحد فينا اختارك بقول له الله يوفقك تستاهل. ما في كومنت، ما في جود كومنت ولا باد كومنت. واضافه الى ذلك تدرج المشاركين بعرب ايدول بنسميه نحن من الصفر الى النجوميه، فروم زيرو تو هيرو. بتشوف ناس عندها اصوات جيده، ناس اقل، ناس ممتازه، بتتدرج خلال مراحل البرنامج لتصبح استثنائيه. ذا فويس عكس ذلك، بتبلشي من اول نهار بالبلايند اوديشنز باقوى اصوات تشبه اللي بيوصلوا على الفينال بعرب ايدول. عم تحكي عن 48 صوت ماخوذين من اكثر من 25,000 متقدم ممتازين، نقوا من 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 مئات الالاف. ففي اختلاف جذري بين البرنامجين تما نخلط بيناتهم. هيدا اللي حسب المنافسه ببرامج المنوعات لصالح ذا فويس؟ ما في حسب منافسه باي، يعني ما في حسب منافسه، نحن بالنسبه لنا كل برنامج هو كبير وبنعطي جهدنا الكافي انه يكون الانجح. بيخلص ومنبلش واحد تاني بيكون انجح من اللي قبله وانجح من الموسم اللي سبقه من نفس البرنامج. يعني انت بتقولي انه ذا فويس، اسف، انت بتقولي انه ذا فويس صار احسن من عرب ايدل؟ لا اقول عشان هيك هلا تاجل عرب ايدل. لا تاجل بس مو احسن. ما في مقياس هدى، ما في. طالما انت صرت بذا فويس صار احسن. ذا فويس طيب اوكي. أنا أولاً بشكرك على كلامك، وبقول إنه ما في شك طبعاً إنه ذا فويس بروجرام مهم، وإنه الإكسبوجر عالي جداً، وإنه يمكن هيكون بيعرفنا على الجمهور بشكل مختلف، بيعرف الكاركتر أكتر من إنه طول الوقت الناس بتشوفنا وإحنا بنغني،
طول الوقت الناس بتشوفنا واحنا بنقدم اعمال فنيه، ولكن هنا التجربه مختلفه تماما. ممكن يحبوا شخصيتك وممكن ما يحبوش، ممكن يحبوا تجربتك وممكن ما يحبوش. يمكن ده اللي هيبان من خلال الرحله اللي هنبتديها ان شاء الله من بدايه التصوير. بتمنى يا رب ان شاء الله ان انا اقدر اساهم في نجاح البروجرام زي ما كان ناجح في المواسم السابقه. ومن هنا انا كمان احب اوجه تحيه للجنه السابقه اللي سبقونا، كاظم وعاصي وشيرين، وبقول ان هم بذلوا مجهود كبير قوي كمان في نجاح البروجرام على مدار ثلاث مواسم. ان شاء الله احنا نكون بنقدم موسم رابع ناجح ان شاء الله. وفكره النجاح، لو البروجرام نجح اكيد كلنا هنستفيد، مش بس انا، اكيد هتزيد اهتمام الناس بيك وحضورك المستمر. يمكن كل اسبوع الناس بتشوفك، ده يمكن ما بيتحققش من الاغاني بس او من الفيديو كليبس او الحفلات، فهو اكسبوجر اعلى طبعا. بروجرام مهم جدا، سعيد بالتجربه واتمنى ان شاء الله ننجح والناس تقبلنا بشكل كويس ان شاء الله. انت بتبعني على السوشيال ميديا، شي مره شفت لي شي تويت فيه رد فعل او رد على شي شغله كتبت عني؟ هلا بجاوبك بس عندي هالسؤال لإلك، يعني او تخطيت حدود شو بيقولوا؟ لياقة؟ لا انا مش عم بتهمك، انا عم بسألك. انا قلت انه انت عم بسألك، فهمت السؤال رح جاوبك عليه. فاين. ديجا انا ما بتخطى حدودي وما بسمح لحالي اتخطى حدود، خلقي ضيق بمحلات مع ناس مستفزة، وهيدا طبعي وهيدا كاركتيري، وانا ما بحاول مثل ولا بهر بشخصيتي لتحبني، مش انت لانت تحبني او غيرك، او انه هي انا بدي اللي بيقبلني بكامل يعني بكامل انا او ما يقبلني. لا حبيبي انا ما عم وجه الحكي لك، بس عم نحكي بالمطلق وسنس انه الحكي انه انت عم السؤال منك، سو انا عم بتوجه بس هو مش لإلك. هيدي شغله. بالنسبه لنوع البرامج اكس فاكتور، كان له طابع مختلف، بدك تعطيه اوقات البرودكشن بالاستوديو هي بتقول لك بدك تكون قاصر محلات، سو نحن عندنا في رولز نحن بنتبعها وبنسمع الكلمه لانه هن ادرى. في محلات بيقولوا لنا لازم نخفف. بالنسبه لهالبرنامج بالذات هيدا يعني مختلف كليا. نحن هون قالت احلام، نحن مش لجنه حكم، نحن مدربين، يعني ولا ممكن نعطي ملاحظه لانه فاهمين طبيعه البرنامج لانه بنحضره، لانه اعطونا بريف كامل عنه، ما راح يكون في ولا شيء نيجاتيف للي عم بيغني. مثل ما قالت كمان احلام، اذا شخص هو الشخص او اللي عم بيغني بيختار الشخص اللي بحب يدربه، وبرضه رح نوقف ونزقف له لو ما برمنا له، لانه في حد ادنى من الاصوات الموجوده بذا فويس. سو اني واي رح يكون في له تعامل خاص. بدنا نخاف على الفريق، رح نعتبرهم البيبيز تبعنا، بدنا نشتغل عليهم نحن والكوتش. واكيد اكيد اكيد انا انسانه جدا عمليه وبروفيشنال بشغلي، سو هيدا الشيء رح يكون موجود بحت بهالبرنامج وبحي الشيء انا بقدمه اني واي يعني. شكرا إليسا. أحلام، سألك زميلنا سعيد عن مدربك المفضل بالمواسم المتعاقبة من The Voice. والله هم كان يعني في كل موسم كان في حدا منهم متميز، بس أنا تابعت دكتورة جيهان ما كانت موجودة، أتوقع كانت مع شيرين. أيوة كانت مع شيرين. كمدربة عم بيسأل عن الصف الأول، يعني كاظم شيرين صابر عم بوقعك، هو فخ من سعيد ليطلع منك اسم. ليه؟ لا انا بقول لك بكل صراحه مين كان يعجبني؟ كانت تعجبني شيرين عبد الوهاب، كانت تعجبني كثير. ليش؟ لانه كانت تتعامل مع المشتركين بعفويه قصوى، يعني كانت يعني تتودد لهم، كانت بتروح عند عاصي وبتعمل معاه كم من يعني كانت شو يقولون كانت لطيفة. يعني سكرت البرنامج، مع احترامي كلهم فنانين كبار، يعني انت اليوم تقول استاذ عاصي،
تقول استاذ كاظم، تقول صابر الرباعي، يعني كلهم اساتذه كبار. هي البنوته الكيكه اللي كانت معاهم، فهم كانوا ايه، وكانوا هم الثلاثه ساعات ضدها ساعات معاها، ساعات يعني واحد ضدها واثنين معاها. ف يعني هي بالامانه كانت معطى كاركتر رائع في البرنامج، ما في اي حد ممكن ينكر هذا الشيء. كانت رائعه شيرين، يعني كانت مثل ما اقول لك هي سكره حقت البرنامج كانت صراحه. بس كمان احنا اصواتنا ترى كمان بتهز الارض. اكيد طبعا، اكيد اكيد، انا كل الاصوات بتهز، ولكن كان عندهم احنا بالنسبه لنا مختلفين، هم فنانين واساتذه كبار. صحيح، ولكن ثلاث فنانين كانوا موجودين على ثلاث مواسم، يعني حسيت في مقارنه. لا هم بقول لك شو، هم كانوا الطعم. مضحك الفكره، هم كانوا الطعم، يعني كانوا موجودين قبلنا. نعم. احنا استفدنا منهم وخذينا كل ملحوظاتهم. نعم. هلا بدنا نكفي وراهم. هيدا اللي عم بساله، شو الخطه اللي والاشياء اللي اخذتوها ممكن تنفذوها؟ يعني احنا شفنا شو نقاط الضعف اللي كان فيهم. انا عن نفسي بقول لك، انا كنت بحكي من فتره مع اليكس، بقول له انه في البرنامج كان في اشياء بتصير انا كنت بعصب، بقول لا ليش هيك، يعني حتى في اختيارات الاصوات، اختيارات المشتركين، يعني هيدي البنت اللبنانيه اللي طلعت غنت مع البنت المصريه اللي اشتركوا هم الاثنين على الحلبه، هيدي انا وكان ودي انط في التلفزيون واقول حرام هيدول شاركوا مع بعض. يعني في اشياء احنا، انا عن نفسي اتكلم، راحت حاشاها في الـ في الـ في في المواجهات، راح اتحاشاها، راح اخلي يعني قد ما فيني انه يظل معي اجمل صوت. بس في لحتى اوضح لك، كانت هي مع بنت تونسي بتذكر، تونسيه او مع صابر كانوا، وكلنا زعلنا لان فلت. أيوة. هالمره راح يكون في شيء جديد للمشاهدين، بمرحله المواجهه راح يكون في اللي بيخطف خطف، صحيح كونتينيوس بيخطف، راح يكون في خطف، راح بيقدر يتخلى عن الخاطف، واذا اجى حدا احسن بالهواة اللي رح يطلعوا بعد. أيوة. يعني بيقدر اذا انا كنت خاطف حدا ورجعت مثلا احلام عدد اثنين عم بيغنوا، حبيت حدا منهم، بقدر اقول انا استغنيت عن اللي كنت خاطفه، رح اخطف حدا جديد. وبلحدود رح تزيد ردة الفعل والتفاعل. صحيح. طبعا للمشاهدين، وبلحدود كمان الخاطفة رح يكون بلحدود، يعني ممكن اخطف 10 انا، يعني لغاية ما يوصل عندي اخر واحد. هيدا سبب خلينا كرمال الصبايا اللي حكيت عنهم احلام. أيوة. لانه فعلا زعلنا كلنا انه وقتها ولا تصور ما كفيت، يعني معناته ان نحن هم الاساتذه اللي كانوا قبلنا، يعني كل فنانين اللي كانوا موجودين معنا، حتى الاستاذ عاصي طبعا احنا استفدنا منه في الثلاث مواسم اللي راحت، يعني كانت عنده ملحوظات، يعني كمان كان حتى على فكره حتى التاتش تبعه لما بيوقف عشان يضغط، يعني هيدا كمان هو عنده اشياء علمت معنا احنا كمشاهدين. اليوم نحن كلجنه لازم نحن كمان يكون عندنا دور، دورنا انه احنا نكمل وراهم ونشوف شنو الاخطاء اللي هم سووها. وصدقني انا شفت كل الحلقات، يعني يمكن انا في السابق ما شفت كل الحلقات، بس هلا شفت كل الحلقات، شفت هم شو عم يعملوا، ايش الخطه اللي مشوا عليها. انا بدي اضيف، بدي احط شخصيتي، بدي احط صوتي، بدي احط انا كاليوم كمدربه في ذا فويس، لما امسك حد من المشتركين يكون بيرفكت على الاقل يعني بالنسبه لي. اليسا بتحب تضيفي شيء؟ ايه انا ما بدي اجاوب اللي قالته احلام، انا من يعني انا ماني جاي كفي محل حدا، انا جاي ادي دوري، اعطي هويتي، حط روح. ايه بس انا مش لانه يعني انا لا اللي بدي اقوله انه ما بعرف شو نقط ضعفهم انه انا جاي ظبطها، ما يعني كنت احضر حلقه لا بعرف، كانوا لجنه ناجحه. وكل انسان وكل حدا منهم عنده جمهور كبير، ونحن رح نكون نفس الشيء، كل حدا منا عنده جمهور كبير وجمهور بيساعده، ورح نستفيد من السوشيال ميديا تبعنا. طبيعه البرنامج اصلا هي بتحركك، سو ما في لزوم انت تطلع لورا وتشوف شو يعني الضعف تبعهم انت تعمل العكس او العكس صحيح. سو هيدي كومبليتلي كانه نحن عم نقدم برنامج جديد مع لجنه مدربين جدد، يعني انا هيدا بس بدي اقوله. بدي اقول لكم شغله، طبيعي
اليوم اذنك سوري انا بس عايز اقول فكره المقارنه او الطريقه اللي هتخلي ما فيش مقارنه هي نفس الطريقه اللي خلت كل الفنانين النجوم اللي انت شايفهم موجودين على الساحه بلا مقارنه. يعني الطريقه اللي خلتنا كنجوم موجودين على الساحه الفنيه ما بيتمش المقارنه بيننا وبين بعض، هي نفس الطريقه اللي تخلي النهارده وجودنا على الكراسي دي ما بيخليش في مقارنه بيننا وبين النجوم اللي سبقونا، ان كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه طريقته، كل واحد ليه اسلوبه. زي ما احنا النهارده مش بنتقارن في المجال الفني والغنائي، اظن لو اتبعنا نفس الطريقه مش هنتقارن على نفس الكراسي، انه تبقى انت. قد ينطبق منطق المقارنة اليوم بإعلان مدربين جدد، ولكن لن ينطبق وقت بلشوا تشاهدوا حلقة أولى وتنحضر NBC The Voice America أو BBC The Voice أو TFN. ننسى بأول حلقة مين كانوا المدربين السابقين ومنتمتع بحلقة ممتازة وبموسم ممتاز. هيك رح يصير بNBC The Voice Season 4. المقارنة تجوز يمكن اليوم بمؤتمر صحفي نعلن فيه عن مدربين جدد، وبأكد لكم أنه من أول حلقة رح تشوفوا موسم متميز وناجح بامتياز. ما رح تكون بموقع عم بتقول بس لو كان فلان قاعد هون كان عمل هيك عن تجربة. مازن نعم. هو أهمية البرنامج مش نحن، نحن عم نساهم أنه نبرزهم، بس أن الأصوات الموجودة مش هيك نوي يكون في مقارنة 100% معي. يمكن يكون في مقارنة إذا السيزن اللي قبل كان أقوى كأصوات او هلا اقوى كصوت. انا احلام مش اول نهار مش اول مره بشوفها، شايفتها كثير ومتعشيه معها، وبوصل اذا عندي ارب ايدل ضيفه بفوت لعندها انا بسلم عليها، يعني في معرفه. الكيمستري ما بدها كثير تا، يعني ما بدها تزاكي وبدها كثير وقت تتعرف اذا انت اوقات انت بتلتقي بشخص من اول نهار بتقولي حبيته او لا. سو هيدي المشكلة بأكد لكم وبوعدكم وبصدق على كلام عاصي إنه في كيمستري. وطبعاً أنا يعني عاصي يعني حدا بعرفه كتير منيح وبحبه وبحترمه وعنده كاركتير رائع. امبارح كنت عم بوصفه ببهو بقلكم شو قلت له. حمائي حدا بحبه، شخص مثقف بالموسيقى كتير، اختياراته حلوة، بيشبهني بالنمط الغنائي المنغني، وبالصحافة دايما بنحكي عن بعض. سو يعني الكيمستري anyway موجودة، التليباتية موجودة. نوعدكم انه رح تكون اكتر ورح تتفاجئوا، يعني ما حدا يراهن انه ممكن يكون في سوء تفاهم او مشكل او شيء منه ضمن المهنية اللي بتشوفوه بس على التلفزيون رح تشوفوه او رح تشوفوا اكثر من هيك. بوعدكم يعني بصراحه هل حدا منكم سال قبل عن اللجنه او مين معقول يكون بين الفريق؟ يعني انت والحظ، يعني اذا في مثلا اسمعي انا وانت اسمحي لي بس انا اجاوبك عليه. بينقال للنجوم بمرحله المفاوضات مين النجوم المحتملين غيرهم، بس ما حدا عنده فيتو باور على NBC. ما حدا بيقول لك انا ما بفوز اذا في فلان. يعني اذا هيدا سؤالك الفعلي انا بقول لك ما عندك فيتو باور على NBC تقولي انا ما بفوت اذا في فلان. حقك ساعتها ما بتعملي تعاقد معهم، تحترميهم وتقولوا ما تفوتوا، بس ما فيك تقولي انا بدي اشتغل مع NBC بس تعرضوه بهالساعه على القناه الفلانيه بالشهر المعين وما بتجيب الجمهور الفلاني وما بتحط لي مدربين معي فلان وعلان. هذا المنطق ما بيمشي معنا، وما بعتقد من كل النجوم الصف الاول اللي بنشتغل معهم حدا عنده هذا المنطق بكل امانه. عم بس بدي اقول شغله، انا وقتها كنت عم يحكوا معي NBC كرمال، كان عم يحكوا مع ماي مانجر قبل، قلت له بس بدي اعرف قبل لانه سمعنا اسامي كثير مطروحه بالسوق انه حكيته مع فلان وفلان، قلت له بس بهمني اعرف انه مين الاسامي اللي ممكن يعني تكون موجوده، لانه اكيد بهمني انا اكون موجوده مع اسامي كبيره. سو عرفت انه عاصب ايه في اسم حمائي، واللي بسطني اكثر هو وجود احلام، لانه احلام شخص بيجيب اودينس وعندها تي في مومنتس قويه على الهواء. سو بهمني انا اكون موجوده مع شخص مثل احلام ببرنامج مثل ذا فويس. عن جديد يعني هلا بشوف ندرسها بنشوف.
فابيان تدرسها اليسا بوعدك خلص. لا بس في شغله الافونتاج تبع السوشيال ميديا وبالتحديد تويتر، اذا انت ما بدك تردي وتنزلي لمستوى اوقات مش نقد بناء عم ينقال شيء اكزاكتلي انك انت تفصلي وتعملي بلوك هيك منك مجبوره، لا تزعجي حالك ولانه ما عندك ولا ما يزعج حاله وهو يقرا يعني، ولانه ما راح في يرد بنفس الوقت لانه ما بقدر انزل. فابيان بدي لك شغله، لا ما اختلفنا، انا مش لانه كتبوا شيء انه عاطل، بس انه بيبقى الشيء العاطل مثل ما قلت منه نقد بناء، بيجرحوا فيي كشخص اوقات وانا هيدا الشيء برفضه، وماني مضطره يعني انه اقعد يكون عندي على التايم لاين اقعد اقرا شو عم بيقولوا. بس بوعدك اكيد انه رح اعمل اكيد، لا لانه انا كمان بهمني علاقتي تكون منيحه مع الصحافه، انا بتقبل بفتكر انا اكثر او من اكثر الفنانات اللي انكتب عنهم بطريقه كثير كثير قاسيه وتعودت. بس انه انا لما نكون عندي مسيرة ناجحة، عندي ألبومات ناجحة، عندي وبينكتب قصص بس كرمال يعني مش يزكسكوني، لا انه يقللوا من قيمة شغلي اللي انا مكرسة حياتي لقلوا ما بتقبل. بس احنا كلنا هيك على فكرة. ايه طبعا احنا كلنا هيك، لما يصير شيء ايجابي ولا صحفي بيكتب، ولما نشي سلب يعني سلب. انا عملت حفلات في الصيف، بس تكرم عيني في امريكا حتى الصحافه في امريكا كتبوا عنها، هون ولا واحد فيكم كتب الا الي. الي انت الي انت مستثني بالنسبه لي. انت تابع جي لاله بس ليش مش مضبوط؟ كلنا بنكتب لك. شو كنت انت كتبت شيء عن حفلاتي اللي عملتها في الصيف؟ كلنا بنكتب لكم وبنحبكم. ايش انتوا حبونا؟ انتوا حبونا احنا بنحبكم. اسمحوا لنا نختم سؤال اخير. انا بحبكم، انا بحبك.